بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء و عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بادئ ذي بدء حفظكم الله، هذا السائل بعث بهذا السؤال، يسأل عن قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما المقصود بهذا التواصي وهل له ضوابط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة الموجزة الله جل وعلا يقسم بالعصر وهو الوقت، لأن الوقت ثمين، فهو لا يقسم إلا بشيء له أهمية. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، خسارة، ثم استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربع مسائل، من التزم بها فإنه ينجو من هذه الخسارة. الذين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد مع الإيمان بالله من العمل الصالح، ليس كل عمل، وإنما مقصود العمل الصالح، والعمل الصالح هو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، أي أمر بعضهم بعضا بالحق بمعرفته والعمل به. والذي يعمل يحتاج إلى صبر، لأن العمل شاق، فلا بد مع العمل من الصبر عليه. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، متواصلين معكم أيها الأخوة ومع أسئلتكم. هذا يسأل أيضا عن قوله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، كيف تزل القدم وما الحكمة من ذلك؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم أي قدم بعد ثبوتها، هذا فيه التحذير من الارتداد عن الإسلام، الارتداد عن الحق بعد معرفته، فيجب الصبر عليه والالتزام به. من حاد عن هذا زلت قدمه في الحضيض ثم إلى النار والعياذ بالله. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا. نعم. نعم، ولو أنهم فعلوا، نعم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا أي الخلق ما يوعظون به، ما يؤمرون به من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كان خيرا لهم، خيرا لهم من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله
لأن ذلك ضلال وضياع وخسارة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به، لكان هذا العمل خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا على الحق، تثبيتا على الحق، لأن ما كل من عرف الحق يثبت عليه، ولا كل من عمل به يثبت عليه، فالإنسان معرض للزيغ والضلال ودعاة الضلال والأعداء، فالأمر فيه خطورة. ولكن من ثبت على الحق وعلى العمل به فإنه ينال الخير وينال الثبات من الله عز وجل. وإذا لآتيناهم، أعطيناهم من لدنا، أي من الله سبحانه وتعالى، أجرا عظيما لا يعلم عظمته وقدره إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل هناك أدعية تساعد على الثبات على الحق؟ نعم، تدعو الله. نحن في كل ركعة من صلاتنا نقرأ الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الصحيح المعتدل، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد من مكة المكرمة بعث بحديثين لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول في يسأل عن حديث الأول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه من اليوم في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار، نعم، والتوبة إلى الله والإكثار من ذلك، وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، أخبر عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فكيف بنا نحن؟ فهذا فيه الحث على الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. أيضا الحديث الثاني يقول الأخ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. نعم، الله جل وعلا يحب أن يغفر لعباده وأن يعفو عنهم، ولهذا في هذا الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا فيه بيان حاجة الإنسان إلى الاستغفار والإكثار منه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عرضة للخطأ، عرضة للغفلة، عرضة للضلال. فالمسلم يسأل الله أن يثبته على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم. نعم. شيخ صالح، ما معنى أنه لا يغان على قلبي؟ يغان على قلبي يعني بما يعرض للرسول صلى الله عليه وسلم من الغفلة، بحكم أنه بشر قد يغفل عن ذكر الله وأيضا ينشغل بالأعمال الجليلة التي يقوم بها نحو نفسه ونحو الأمة. نعم. ثابكم الله. محمد عبد الله اليحيى من الرياض يقول: قرأت هذا الحديث وقال عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. نعم، من قال لا إله إلا الله
نعم وكفر بما وكفر بما يعبد من دون الله نعم غفرت ذنوبه حرم ماله ودمه حرم دمه وماله حسابه على الله. يعني نعم من نطق بالشهادتين نعم وهذه هاتان الشهادتان هما اللذان يدخلان الإنسان في الإسلام. فأول ما يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله المبلغ عن الله الذي تجب طاعته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. عبيد من الجبيل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. كيف يحقق المسلم هذه المحبة في هذه الدنيا؟ نعم، يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لأجل إيمانه، لا لأجل ماله أو لأجل عطائه أو لأجل، وإنما يحبه لأجل إيمانه لأنه أخوه. قد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا موجب الأخوة في دين الله عز وجل، والأخوة في دين الله أقوى من الأخوة في النسب. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا بارك الله فيكم، هذا يقول: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يقول: ما هو الذكر الذي سبب له ذلك البكاء؟ ذكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه، وكان ليس بحضرة أحد، ففاضت عيناه من خشية الله. هذا يدل على خشية الله عز وجل وعلى صدقه في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله عز وجل؟ نعم، يظن، لا يظن بالله إلا الخير والإصلاح والصلاح، لا يأتي من الله جل وعلا إلا الخير لعبده إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: أنا أشتغل في مكتب دعوة للجاليات وقد أسلم أحد المقيمين، لكن يسألني ويقول: هل تكفي أن أقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أم لا بد مع العمل لعدم استطاعتي في تطبيق بعض الأمور؟ نعم، لا يدخل في الإسلام إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يتجه إلى العمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو خطر التفريط بقراءة القرآن الكريم والإهمال؟ الخطر عظيم، الغفلة عن ذكر الله، لا سيما تلاوة القرآن العظيم الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. ويكثر الإنسان من تلاوة القرآن وترديده، لأنه كلام الله وهو يخاطبك بكلامه سبحانه وتعالى، فعليك أن تعظم كلام الله وأن تحضر قلبك عند قراءته وعند سماع تلاوته، تحضر قلبك حتى تستفيد من كلام الله عز وجل. نعم. سائل آخر أبو عامر يقول: بارك الله فيكم، إذا نويت بالزكاة أيضا الصدقة، فهل يحق لي ذلك؟ هي الزكاة صدقة، أما الزكاة صدقة، فأنت تنويها أنها ركن من أركان الإسلام تؤديه. الزكاة ركن من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا في الحديث عن الزكاة، هذا يسأل يقول: إذا أعطيت
أحد إخوتي الذي يرغب الزواج من الزكاة بنية المساعدة، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان محتاجا إلى الإعانة ليتزوج ويحف نفسه، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يتزوج به إعانة له على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: سوف أذهب إلى مكة المكرمة وأداء العمرة مع والدي الذي لا يستطيع أن يغطي رأسه، لا يستطيع إلا بتغطية رأسه نظرا لإصابته بمرض خطير، فهل تغطية الرأس مخلة بالعمرة؟ إذا كان محتاجا إلى ذلك ومضطرا إليه إنه يغطي رأسه ويفدي، عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. يقول: كيف يحقق المسلم هذه الوصايا؟ يحققها بمعرفتها والعمل بها والإخلاص لله عز وجل في عمله بها. نعم. وكيف يحقق حلاوة الإيمان؟ كيف يجد حلاوة الإيمان يا شيخ؟ يجدها إذا قام بطاعة الله وطاعة رسوله وأدى ما أوجب الله عليه، فإنه يجد حلاوة الإيمان. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، كيف ننقل العبادات من عادات إلى عبادات ونستظل بظلها ونعيش في جوها الإيماني؟ بالنية. نعم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك بالنية، إخلاص النية لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبنائي مقصرين في صلاة الفجر وبعض الصلوات، وآمرهم ولكنني لا أستطيع أن أضربهم، فما هي الوصية لهؤلاء الشباب؟ إذا لم يمتثلوا إلا بالضرب فاضربهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فلا بد من هذا، لا بد عند امتناعهم من الصلاة وهم قد بلغوا 10 سنين، لا بد من ضربهم وتأديبهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل، بارك الله فيكم، يقول: أنا شاب متهاون في بعض العبادات، والآن ولله الحمد قد من الله علي بالهداية، أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك، فما هي وصيتكم للثبات، وما مضى كيف أكفر عنه؟ ما مضى تكفر عنه بالتوبة والاستغفار والعمل بطاعة الله في مستقبل حياتك والالتزام بذلك. نعم، مع سؤال الله الثبات على الدين. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر الجوال، هذا يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة للعلاقة الأخوية في العائلة مقطوعة تقريبا بسبب مشاكل الإرث، كيف نحلها وكيف نصل إلى صلة الرحم؟ تحلونها بالصلح فيما بينكم، أصلحوا ما بينكم يصلح الله حالكم. نعم. أثابكم الله. يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للاستغفار بعد كل ذنب وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم، كيف يحققها المسلم من أجل الخروج من ذلك؟ يحققها بالصدق في قوله، لا يقولها بلسانه، وإنما يقولها بلسانه وبقلبه وبعمله والتزامه بذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: متى تقام صلاة الضحى؟ متى بدايتها ومتى تنتهي؟ بدايتها حين ترتفع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، ويستمر ذلك إلى دخول وقت الظهر، وكل ما أخرها فهو أفضل.
كل ما أخرها قبل خروج وقتها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل. نعم. أحسن الله إليكم. أم ثامر من الرياض تقول: زوجي ظلمني ومقصر في حقي وحق أبنائي، هل يجوز لي أن أدعو عليه دعاء قد يأخذ الله حقي منه؟ اطلبي حقك منه، فإذا لم يقوم به وهو قادر عليه فارفعي بشأنه إلى من يلزمه بذلك. نعم. سؤالها الآخر تقول: كيف يحقق الزوج العدل بين الزوجات، وإذا ظلم كيف يتوب؟ يحقق ذلك بأمور: أولا الإنفاق، النفقة، ثانيا الكسوة، ثالثا المبيت عندها. هذه الأمور تتحقق بها العدالة بين الزوجات إذا أداها وساوى بينهن في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب وأرغب الزواج من إحدى بنات أقاربي، ولكن والدي يرفض في ذلك، هل يجوز لي أن أتزوج من دون علمه؟ لا، اصلح معه وأقنعه بذلك، وإذا كان أنه يجد لك زوجة صالحة فعليك أن تطيعه في ذلك وتتزوج ما يختاره لك لأجل الوفاق بينك وبينه وطاعة الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: أيهم أفضل، دفع الصدقة أو الزكاة خارج المملكة للمحتاجين أم دفعها هنا في المملكة؟ الزكاة في فقراء البلد، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا لم يوجد في البلد الذي فيه المال لا يوجد فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد إليه فيها مستحقون. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: ما هو أفضل عمل للمتوفى من أبنائه بعد وفاته؟ كل الأعمال الصالحة فيها نفع للميت وفيها خير، والصدقة عنه، الدعاء له، الاستغفار له، الحج والعمرة عنه، كل الأعمال الصالحة التي تدخلها النيابة فإن الله ينفع بها الأحياء والأموات. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو صديق مقيم في المملكة يقول: ما حكم التشاؤم من الأشخاص والأيام والأشهر؟ لا يجوز هذا، هذا من نقص التوحيد، تشاؤم من نقص التوحيد، فإذا وجد شيئا من التشاؤم فإنه يقول الدعاء الوارد: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يكرر من هذا الذكر والدعاء ويذهب الله عنه ما يجد. نعم. والتشاؤم بالأشهر مثل شهر صفر يا شيخ؟ لا يجوز التشاؤم بالمخلوقات، والأشهر مخلوقة لله عز وجل وفيها الخير للمسلم، فلا يتشاءم بالأشهر. نعم. نعم. إحدى الأخوات تقول: تعودت لله الحمد أن أصوم الاثنين والخميس، ولكن في الآونة الأخيرة حصل علي بعض التعب والأمراض مما نصحني بعض الأطباء بعدم الصيام، فهل أنا في ذلك آثمة أم يأجرني الله سبحانه وتعالى على حسب نيتي؟ إذا تركت الصيام من أجل عذر من الأعذار الشرعية، يعني صيام التطوع، إذا تركتيه كان لك صيام وتركتيه من أجل أنك بحاجة إلى العلاج، إلى تناول شيء مما يساعد على تخفيف المرض أو إزالته، فإنك على نيتك، يكتب للمرء ما كان يعمله صحيحا مقيما،
إذا كان له عمل صالح وتركه من أجل عذر من الأعذار مثل السفر والمرض والعمل، فإنه يكتب له ما كان يعمله. نعم. أبو صديق من الرياض يقول: ما حكم شد الرحال أو السفر من أجل السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وزيارة بعض المعالم هناك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز السفر لعبادة إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، من أجل العبادة فيها. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: لي جار ولكنه مؤذي، فكيف يكون التعامل معه؟ الصبر على ما ينالك منه، وبالإحسان إليه وحسن الجوار، فبهذا يثيبك الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع أن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وفي كل مكان، إنه سميع مجيب. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.